والواقع أن هذه الحقيقة كانت قد اكتشفت في السابق بشكل نظري، إذ أن ألبرت أينشتاين الذي يعد من أكبر علماء القرن العشرين توصل بالحسابات التي أجراها في الفيزياء النظرية أن الكون لا يمكن أن يكون ساكنا، ولكن لكي لا يقع في تناقض مع فكرة الكون الساكن التي كانت سائدة آنذاك، فقد ترك اكتشافه هذا جانبا، ثم قال فيما بعد أن سلوكه هذا يعد أكبر خطأ ارتكبه طوال حياته. حسنا، ولكن ما معنى أن الكون يتوسع؟ ما دام الكون يتوسع فإننا إن رجعنا إلى الوراء لرأينا كنتيجة منطقية أن الكون بدأ من نقطة واحدة، وقد أظهرت الحسابات أن كتلة الكون كله كان يتركز في هذه النقطة التي كانت تملك حجما يساوي الصفر وكتلة لا نهائية، وأن الكون كله تشكل ونشأ من انفجار هذه النقطة. وقد أطلق على هذا الانفجار الذي شكل بداية الكون اسم الانفجار الكبير، وبالإنجليزية اسم Big Bang، وعلى هذه النظرية اسم نظرية الانفجار الكبير. والحقيقة أن القول بحجم يساوي الصفر قول نظري، فلكي يقوم العلم بتعريف مفهوم العدم الذي يتجاوز الخيال الإنساني يستعمل تعبير نقطة حجمها الصفر، ذلك لأن مفهوم نقطة حجمها يساوي الصفر يعني العدم، أي أن الكون وجد من العدم، وبتعبير آخر فإنه خلق من العدم. وهذه الحقيقة الكبرى التي توصل إليها العلم في أواخر هذا القرن تم إخبارها لنا من قبل القرآن قبل 14 قرنا: خلق السماوات والأرض بالحق. أظهرت نظرية الانفجار الكبير بأن المواد الموجودة في الكون كانت متجمعة معا ثم تفرقت وتشتتت، وهذه الحقيقة التي أظهرتها نظرية الانفجار الكبير قد أخبر بها القرآن قبل 14 قرنا في وقت كانت معلومات الإنسان عن الكون ضئيلة جدا. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، أي أنه بينما كانت المواد معا جميعا فقد فرقناها، حيث وصل الكون إلى حاله الحاضر. إن توسع الكون هو من أقوى الأدلة على نظرية الانفجار الكبير، أي على خلق الكون من العدم، وهذه الحقيقة الموجودة منذ خلق الكون والتي لم يكتشفها العلم الحديث إلا في هذا العصر، أشار إليها القرآن قبل عدة عصور فقال: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. إن الانفجار الكبير دليل واضح على أن الكون وجد من العدم، أي تم خلقه من قبل الله. لذا حاول علماء الفلك المتمسكون بالفلسفة المادية مقاومة نظرية الانفجار الكبير والإبقاء على فكرة الكون اللانهائي والأزلي.